فيه أن تكون هناك شفافية وهناك وضوح ومعايير مؤكدة تستند إلى الدستور والقانون، وهو عدم التمييز بين فئات الشعب المصري خاصة في التعيين في وظائف النيابة العامة وخلافه. وإن كان هذا المؤتمر الذي لم أشر بحضوره قد تحدث في هذا الأمر، فهو أمر لنبين للناس ما هي المعايير الجديدة. صحيح المعايير كانت موجودة لكنها لم تكن مطبقة. الواقع الجديد بيقول أن هذه المعايير سوف يتم تطبيقها سواء عن طريق المجلس الأعلى للقضاء اللي هو القناة اللي بيمشي منها التعيين كله. أعتقد أن هذه المعايير سوف تطبق ولن يترك الشعب المصري بعد ذلك أن تقوم مؤسسة أو أن تقوم سلطة بالاستئصار وبتعيين أبنائها دون باقي الشعب المصري. رموز النظام السابق الذين تكذبوا وهم لا يبرون إذا كانت هناك جريمة وراء هذا الكذب العادي. أما الذي ارتكب جريمة طبقا لقانون العقوبات والمتعلق بالمال العام والغدر به واختلاسه والاستيلاء عليه وكانت هناك نية متعمدة فيتعين محاكمته. صحيح النيابة العامة وبعض مؤسسات النظام تنحو نحو آخر غير الفكرة اللي أنا بقولها، لكن أنا بناشد مرة أخرى إن فكرة التصالح مدمرة للمستقبل، لأن هذه الفكرة في العقوبة يعني فكرة الردع العام والردع الخاص. الردع العام لكل الناس بحيث إنه هيشوف فلان ارتكب جريمة وعوقب عليها فيمتنع عن ارتكابها، وفكرة الردع الخاص للمجرم أو الجاني ذاته. وبالتالي لو انمحت الفكرة دي هتتيح لكل